أول مرة في التاريخ، أول مرة يتم يعني دم مصنوع في المقتبر ينقذ البشرية. هذا الدم بس للعلم هو متاخذ أيضا من الإنسان، يعني من خلايا جذعية وكلام، لكن الفكرة والهدف منه قال لك إن في بعض فصائل من الدم نادرة جدا مش هنقدر تتوفر بسهولة، ما تيجي نصنعها، وبيخطئ عدد من الأشخاص للتجارب السريرية. مزيد من التفاصيل مع الدكتورة نهاد توفيق، أستاذ أمراض الدم بقصر العيني، طب قصر العيني. مساء الخير دكتورة نهاد. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ الله يخليك. أعتقد ده موضوع يعني طفرة وثورة علمية غير مسبوقة. طبعا يا فندم، بس انا عايزه يعني اناشد الاول من خلال برنامج حضرتك ونسبة المشاهده العاليه، ان هو بس اهم حاجه هو حتى الان لا يوجد بديل عن التبرع بالدم. صحيح. الدم ده هو شريان الحياه بتاعنا، وده خلايا حيه للاسف، يعني مش بنشتريها ولا من الصيدليه ولا من السوبر ماركت، وكلنا ماشيين في الشارع لا قدر الله معرضين لحوادث وعمليات اي حاجه، وطبعا مرضى سرطانات الدم او غير كل امراض الدم الوراثيه. فهو حتى الان، ولازم الناس كلها تبقى عارفه كده، ان لا بديل عن التبرع بالدم. طيب نروح بس للاختراع عشان ده يهمني. التبرع الدم دي مناجده لوحدها. المهم علشان بس محدش يفهم ان احنا الله ده احنا خلاص هنصنع. لا لا لا، ده لسه بس كبداية. دي كلها تجارب بالضبط سريرية، وهي الفكرة مش تصنيع، هو دي هي الخلايا، دي خلايا حية، وسبحان الله طبعا الخلايا الحية لا تصنع ولكن بتستزرع. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا الدم ده مكوناته، عندنا حاجة اسمها بلازما اللي هو السائل، وفي كرات دم حمراء وصفائح دموية وكرات دم بيضاء. ده اللي بينتجها المصنع. المصنع ده فيه خلايا الجذعية اللي هي الخلايا الأم. الخلايا الأم دي بتقدر تنتج خلايا مختلفة اللي هي من ضمنها كرات الدم الحمراء. فهي كل الفكرة إن هم بياخدوا من متبرع عادي، يعني متبرع بالذات الفصائل النادرة، أصحاب الفصائل النادرة بيخلوه مثلا بيتبرع ب 500 سنتي دم عادي خالص، وبعدين بيبتدوا ياخدوا الدم ده. الدم ده فيه خلايا جذعية اللي هي الخلايا الأم، يبتدوا يفصلوها من الكيس الدم ويشتغلوا عليها بره في المعامل وفي بطريقة تكنولوجي حديثة إنها تتكاثر، وتبتدي بعد ما تتكاثر يدوها محفزات معينة تنتج كرات دم حمراء تحمل الصبغة الوراثية بتاعة الدونر نفسه أو المتبرع نفسه. يعني هو لو أنا فصلتي نادرة هياخدوا مني كيس دم، هيفصلوا الخلايا الجذعية بتاعتي، والخلايا الجذعيه دي هتنتج فصيل الدم. طيب انت شايف حضرتك الانتهاء بشكل تام من اتمام يعني هذا يعني التوجه العلمي هياخد وقت؟ هو دلوقتي في دراسات سريريه، ده معناه ان هم بداوا يجربوه على بشر. الحقيقه عدد لسه قليل جدا، ده في بريطانيا دلوقتي، وهم بيحقنوا الناس اللي هم طبعا الناس دي، بس لسه ما صدرش القرار النهائي بتعميم التجربه. يعني لا ده دي تجارب بس، وبياخدوا طبعا موافقتهم، بيحقنوهم اللي هو الخلايا الدم اللي هي المستزرعه مش المصنعه، يعني اللي هي قدروا يحضروها معمليا، بيحقنوهم كميه صغيره جدا، وهيبتدوا يتابعوا الخلايا دي في جسمهم هتعيش قد ايه. احنا الدم الطبيعي الخلايا الدم الحمراء بتعيش 120 يوم. هيشوفوا بقى الخلايا اللي اتنقلتهم دي هتعيش قد ايه، هل ليها اثار جانبيه، هل هي عملت تفاعل. هو مجرد اعلان الخبر في حد ذاته احنا شفناه حاجه ايجابيه للعلم يعني، وانتصار للعلم والاصحاب يعني. الفصائل النادره يعيني الناس اللي هم عندهم امراض مزمنه زي الانيميا المنجليه، انيميا البحر المتوسط، اللي بيحتاجوا نقل دم على طول. دعنا نأمل خيرا. دكتورة نهاد توفيق، أستاذ أمراض الدم بطب قصر العيني، فكرة البحث العلمي.